لعلنا سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعاً بما أطلقه الحوثيون من صواريخ، وآخرها الصاروخ الذي أطلق على مكة المكرمة البارحة، لكن الله تعالى أيد بنصره المؤمنين ودمر هذا الصاروخ قبل أن يصل إلى مكة بستين كيلو تقريباً. ونحمد الله تعالى أن حمى بيته. ولما سمعت هذا الخبر أيقنت أنها بداية النهاية لمن وزته نفسه للاعتداء على البيت الحرام. يقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، ليس من يفعل، بل من خطط، من خطط للإفساد في الحرم مجرد تخطيط دون أن يفعل نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتكلم عن هذه الآية، يقول: لو أن رجلاً في عدن أبياً، لو أن رجلاً في أقاصي اليمن هم بمعصية في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم وإن لم يفعلها. يعني لو أن رجلاً في ذلك البعد هم أن يفعل معصية، خطط أن يأتي ليفعل معصية في الحرم ومشى لكن لم يصل إلى الحرم، مات في أثناء الطريق، أذيق كأنما فعلها، لأن الحرم أحكامه تختلف عن غيره. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الجرأة على إرسال الصواريخ على مكة، أعوذ بالله، أي قلب يرضى بهذا؟ أي نفس تدعي الإسلام أو تنتسب إليه أو تتوجه إلى القبلة ترضى أن تطلق رصاصة على الحرم فضلا عن أن تطلق صاروخا؟ ولا يزال ما خلده الله تعالى في القرآن من قصة أبرهة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان الكافرون وهم كفار يعرفون عظمة الحرم، ولما أقبل أبرهة بجيش لا يرى أوله ولا آخره، وإذا الجيش عرمرم ومعهم الفيلة ومعهم الأسلحة الحديثة، أقبل بجيش لم يعرف من قبله أقوى منه. فلما وصل إلى الحرم وأراد أن يدكه دكا أقبل إليه عبد المطلب، وكان بعض قوم أبرهة قد سلبوا ابنا لعبد المطلب، وكان عبد المطلب من رؤوس مكة، وكان قد أوتي حسنا وجمالا في وجهه. فلما أدخل على أبرهة طلب أن يؤذن له فأذن له، فلما أقبل على أبرهة أعجب به وكرمه ورفعه معه، وهو كان من رؤوس أهل مكة، عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عبد المطلب: ما حاجتك؟ ظن أنه سينطرح على قدميه يقبلهما ويرجوه أن يعود أدراجه ولا يهدم الكعبة، وقد كان أبرهة أقبل لذلك. وإذا عبد المطلب لا يتكلم عن الكعبة ولا عن الحرم، قال: إن أصحابك قد سلبوا إبلا لي فأريد أن تردها إلي. فنظر إليه أبرهة وقال: أنا جئت لأهدم البيت الذي تعظمه أنت وأجدادك وتكلمني عن إبل؟ فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، أنا اللي مسؤول عن الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا ما أستطيع أردك عن الكعبة، لكن الذي في السماء لن يأذن لك أن تحرك منها حجراً، إن للبيت رب يحميه. ثم خرج عبد المطلب وأمر أهل مكة أن يخرجوا في الجبال، قال: حتى لا يصيبكم العذاب معهم. فتقدم أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم طيراً أبابيل، وإذا الطير معها حجارة تلقيها عليهم فتأكلهم الحجارة أكلاً كأنها نار يسري على رؤوسهم فيأكل أجسادهم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما فعله هؤلاء من إرسال هذا الصاروخ أو الاعتداء على البلاد على البلد الحرام أو على المملكة أو الاعتداء على الآمنين أو ما فعلوه قبل ذلك في اليمن، رأينا صوراً لمساجد هدمت ودور قرآن هدمت وعلماء فعل بهم ما فعل من سجن ومن اغتيال. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.